بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، ثلاثة أصناف من الناس لا تمس عيونهم النار. هذه بشرى من حبيبكم عليه الصلاة والسلام. إذا أردت لهذه الأعين التي هي نور حياتك، التي هي تقريبا كل شيء في حياتك، من دون رؤية الإنسان، يعني نعمة البصر نعمة عظيمة جدا، إذا فقدها كارثة، لا يشعر بها إلا من فقدها. فتخيل أن هذه العين، تخيل أنها تحرق في نار جهنم. نحن الآن لا نستطيع أن نتحمل حرارة الشمس على بعد 150 مليون كيلومتر، كيف سنتحمل نار جهنم تمس هذه الأعين لا سمح الله؟ لذلك هناك ثلاثة أصناف من الناس النار لا تمسهم، سبحان الله، قانون إلهي، النار محرمة عليهم. طيب دعوني أقرأ هذه البشرى النبوية ثم نتأمل كلمات النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة، عين بكت من خشية الله، وعين حرست في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. الله أكبر. والله أيها الأحبة، الجلد يقشعر لهذه الرحمة النبوية. هذه بشرى من حبيبنا عليه الصلاة والسلام. تريد أن تنجو بنفسك من نار جهنم، كن أحد هؤلاء الثلاثة أو كن الثلاثة كلهم. أسهل شيء أيها الأحبة يمكن الإنسان أن يعمله أن يترك عينه تدمع وتبكي من خشية الله. للأسف كثير من الناس يضع القرآن على الموبايل مثلا ويتركه يشتغل ليلا نهارا أحيانا، ثم تجده يضحك ويلعب ويلهو ولا يتأثر، حتى لو أراد أن يتصنع البكاء لا يبكي لأنه لم يفهم، لم تقرع هذه الكلمات فؤاده، لم تدخل هذه الكلمات إلى دماغه وتترجم ويستيقن هذه المعاني التي يسمعها. يعني مثلا عندما يقول الله تبارك وتعالى: إن عذاب ربك لواقع. طب لماذا أحدنا لا يتأثر؟ لأنه لم يفهم هذا الكلام، لم يفقه، لم يتدبر. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع آية من القرآن بقي ثلاثة أيام لا يستطيع أن يدخل إلى جوفه شيء من الطعام. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يعني الآن إذا تخيلت نفسك لا قدر الله أن بيتك يحترق، وتخيل أن هذه النار تحاصرك من كل مكان، مع العلم أن هناك وسائل للحماية وهناك إمكانية للهروب وهناك من ينقذك، أساليب كثيرة. يعني على الرغم من ذلك أحدنا إذا تخيل نفسه في هذا المشهد يفزع ويقلق ويخاف ويرتعب. طيب كيف بنار الله المؤصدة المغلقة؟ عليهم نار مؤصدة، تقول أوصد الباب، أغلق بإحكام، مؤصدة يعني مغلقة بإحكام عليهم، وهي معتمة لا ترى، سوداء مظلمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن نار جهنم. كيف ستمضي كل حياتك الآخرة فيها؟
لا يموت فيها ولا يحيا، خالدين فيها أبدا. أصحاب النار في القرآن ده غالبا ما يستخدم هذا التعبير، يعني لم يقل مثلا أهل النار في النار، يعني غالبا ما يقول الله تعالى أصحاب النار، يعني أنت صاحب هذا المكان لا تفارقه، لا هو يفارقك ولا أنت تستطيع، أنت صاحب هذه النار، من الصحبة ملازمة لك مصاحبة لك. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. طيب عملية بسيطة، كيف أجعل عيني تبكي من خشية؟ لا، أتدبر القرآن، أتدبر آية من كتاب الله. طيب عيني لا تدمع، أقرأ القرآن ليلا نهارا، لأن الأمر يستحق أيها الأحبة. يعني الإنسان أحيانا يذهب ويتعب 20 سنة وهو يدرس ويجتهد وينفق ويتعب من أجل أن يرتاح قليلا بعد ذلك. طيب أنت هنا حياة أبدية، تستحق أن تنفق شيئا من وقتك لتتدبر القرآن وتتذوق وتجعل قلبك يخشع ويخاف. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طيب قلوبنا لا تخاف وإيماننا لا يزداد، السبب هو سبب واحد، لا نتدبر القرآن. لذلك في القرآن العظيم لا يوجد يا أيها الذين آمنوا تدبروا القرآن، لا، أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني هل أنت لهذه الدرجة قلبك مقفل لا تفهم هذا الكتاب العظيم، هذا الكلام العظيم، كلام ربك الذي خلقك؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قلبك مقفل مغلق أمام هذا الكلام العظيم. لذلك أحبتي في الله، افتحوا قلوبكم وتأملوا معجزات القرآن، معاني القرآن، استمع للقرآن ليلا نهارا. القضية تستحق أن تعطي كل حياتك من أجلها. العين الثانية، عين حرست في سبيل الله. طيب اليوم أحبتي في الله، لم تعد القضية كما في السابق، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام معه الصحابة، كانوا يحرسون في سبيل الله في المعارك في الفتوحات، ولكن اليوم أنا كيف أحرس في سبيل الله؟ انظر أخي الحبيب، أنت إذا أعنت مؤمنا وسهرت وأنت تفكر، أنا لي أخ، لي صديق، لي مثلا شخص حتى لو كنت لا أعرفه يحتاج إلى من يعينه في قضاء حاجة وهو محتار، سهرت وأنا أفكر كيف أساعده في الغد، ماذا أقدم له، ماذا أفعل له؟ هذه العين التي سهرت صدقني ستكون ضمن هذا الحديث، سهرت في سبيل الله، تحرس، سهرت تحرس في سبيل الله. ما هو هدف الحراسة؟ إعلاء كلمة الله ومساعدة الآخرين وأعمال البر. يعني إنسان مثلا سهر على أبويه، هذا ليس في سبيل الله؟ النبي لم يحدد لك عينا حرست في معركة، لم يحدد لك في معركة في كذا، لا، مجال مفتوح، يريد أن يقول لك أي عمل من أعمال البر، إذا سهرت على راحة ابنك هذا الطفل الرضيع في سبيل الله، إذا سهرت على راحة أهلك، على راحة أبويك، هذا في سبيل الله، طفلك مريض و
حرمك من النوم فسهرت على رعايتي، هذه عين سهرت في سبيل الله. ولكن الشرط هنا النية أيها الأحبة، لأن الملحد يسهر والمؤمن يسهر والكافر يسهر، ولكن الفرق هي النية. يعني ننوي أن يكون هذا السهر في سبيل الله. طيب، عين سهرت على القرآن لتحرس وترد الأذى وترد أذى الملحدين عن كلام الله، أليس هذا في سبيل الله؟ يعني الدعوة إلى الله أخي الحبيب، أليس هذا جهاد في سبيل الله؟ ما هو الجهاد؟ ما هو هدفه؟ عرفه لنا النبي أن تكون كلمة الله هي العليا، هذا في سبيل الله. طب أنت عندما تساهم في نشر معلومة تلجم الملحدين، تنقذ إنسان من الضلال أضله الملحدون، ساعدته وسهرت وأنت ترسل له المعلومات وترسل له آيات قرآنية ومعاني جديدة وإعجاز معجزات، القرآن هو معجزة كله معجزة، ساعدت إنسان وسهرت وتعبت، طب أليست هذه عين سهرت في سبيل الله؟ حرست في سبيل الله؟ نعم. لذلك المجال مفتوح جدا أيها الأحبة. العين الثالثة أخي الحبيب، عين غضت عن محارم الله، وهذه أسهل قضية يمكن أن تقوم بها، أسهل عمل يمكن أن تقوم به أن تغض عينك عما حرم الله، سهلة جدا. واليوم ما شاء الله يعني في التلفزيون، في الإنترنت، في مواقع التواصل الاجتماعي، في الشارع، في السيارة، في أماكن العمل، في كثيرة كثيرة المشاهد التي حرمها الله. قل أنا سأغض بصري عما حرم الله، عسى الله أن يحرم عيني عن النار. هذه المعاني أخي الحبيب، نحن لماذا لا نطبق هذا الحديث على الرغم من بساطته وسهولته؟ لأننا للأسف لا نتدبر، لا نفهم، لم ندرك سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك أخي الحبيب، رجاء احفظ هذا الحديث، كرره، طبق هذه الأشياء الثلاثة كل يوم، كل يوم طبق هذه الأشياء الثلاثة. عين بكت من خشية الله، وعين حرست في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. كل يوم قل أنا سأقرأ على الأقل آية وأخشع وأتدبرها وأتأملها، وحاول أن تتفاعل كثيرا مع هذه الآية لدرجة الخشوع والبكاء. كل يوم قل أنا سأغض بصري عما حرم الله ولو مرة، ولو مرة كل يوم فقط على الأقل، يعني عسى الله أن يبعد عيني عن النار. وكل يوم أنا ليلا سأسهر لأدافع عن كلام الله، أخذ شبهة من شبهات الملحدين وأنظر من العلماء رد عليها وأنشر هذا الرد. هذا دعوة، هذه دعوة إلى الله. ما هي الدعوة إلى الله؟ أن تقنع إنسان بأن القرآن هو الحق، أن تنقذ إنسان من الضلال، هذه الدعوة. ليس من الضروري أن تقرأ الكتب والتفاسير لا لا لا، أنت تساهم في نقل معلومة يكفي. إذا لم تستطع أن تتعلم ولم يكن لديك وقت للعلم، ساهم في نقل هذا العلم. واليوم وسائل التواصل الاجتماعي يسرت لنا هذا الأمر، بكبسة زر يصل المقطع للمئات والآلاف. لذلك أخي الحبيب لا تستهين بهذا الحديث، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم عيوننا جميعا عن نار جهنم، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا
أنا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.